قلنا كيفاش غوتنا مع رمضان معك اش لي زعما احكي لنا شو السمانه الاولى شفت ما بنت السمانه الاولى يا اخو انا ما قدرتلوش السمانه الاولى ما درت حتى ستوري انا السمانه الاولى حبيبي قتلني يا اخو وليت ما نقدرش نلف التليفون شفتها في لي ستوري ما نقدرش ندير ستوري اخو دار ستوري وحده وبقى كاتر ايام شوق قلب خافي صح عرفتكم صح قلبكم صح عرفتكم صح عرفتكم وقاتلني رمضان صبروا معايا ما باش حتى الديزيام ولا اونزيام حتى شفتني عذر الباتري كان تحت القفاز زعما يا اخو يا اخو عمك باللي عرق عرق في راسي يا اخو انا هذا رمضان ما كنتش موجد له ما في رمضان زعما كي يدخل رمضان زعما نوجد له مقبل زعما شهر مقبل او جاي رمضان اش كوجد روح سيكولوجيكمون بلي او جاي رمضان حد صوم شهر دابا هذا رمضان رجعنا غفله يديروا ماركت تقول هاك طبطب جاي رمضان شنو جا في الشتاء يا اخي هذه قلت لهم انا مانيش نحسب لنا في رمضان باسكو والفنا واحد العام يا اخو انا والفت رمضان في الصيف في الصيف اكزاكتلي والفت رمضان نخرج في الصحراء بشورت اكزاكتلي انا نروح ندور نلعبوا دومين برا في الحومه اكزاكتلي دوك كان نخرج تفطر ترقد شكون انت راه حسيت باللي الصيف راه وريطار ما حسيتش هي لابسه المليحه حاسك دوك الصيف نجوزوه كاع نجوزوه كاع ايوا دوك الصيف ملي دوك يبدا الصيف ديرك بحر سياحه حتى يخلص بصح كي خلاص لك رمضان تجيك بيزار باسكو حنا موافقين كي خلاص رمضان انا في وسط الصيف فوالا كي خلاص رمضان خارج المواطنين تقول لا اصبر وراه الصيف بصح وراه الصيف انا عطوني الصيف كان يجي الصيف خلاص رمضان ما في ناس راح تعوم نعوم انا كنا نعوموا في الفطور ما في نعوم في رمضان اذا تشفى ما في نعوم في رمضان زعما نقول لك اسكو كي تعوم فاطر ولا صايم ماك ماهم كل ماركيت عكس واحد اخرى اسكو لو ماركيت باللي جهزوا في الطابله تاع رمضان نقص بزاف كيما قلت هذا يا اخو انا شي با فان تاع الجازوز انا شربات وي انت جازوز ولا شربات انا شربات شربات انا جو بريسي انا شربات صاحبي شوف شربات رمضان رمضان شربات تاع بو فاريك صاحبي مش هذيك البيضه الصفراء كان البيضة كريبوني جاي تعيي هذي يعجبوني هذا بك الاسبري تاع رمضان قال لك يا اخو شربت ابو فاريك سما حينوت قبل الاذان يشرح ابو فاريك ولا كاتاستروف ودي اخترعت نشري زلابيه السركاله مطور ودي يا اخو تمسخر الناس صاحبي الناس يا اخو شحال تتشهى في رمضان وزعما يديروا لك زعما هذيك واسمها هذيك حلو الترك زعما فوق زي ما عندها حتى معنى فاهم يدير لك الناس شهاها عمك تشوفها حلو الترك فوق زلابيه تتشريها بصح تلحق البلقه حلو الترك دابا تلقى زلابيه وحدها كيما قالوا دقيس ومقيس ريزيستونس ريزيستونس سمعونا اخوتي شهيناكم شويه نحكوا على لا لا دوك كي تشهاو روحوا شرو ديرك ديرك ما تشري ديرك يا ود انا حيروني انا كان عندي صحابي العام اللي فات اون فان العام اللي فات ولا العام اللي قبل سخف لك قبلكم فين باسكو العام اللي فات العام اللي فات وسنا كونفينم صاحبي يجري يا يسحل الباب الدوله جرى مورا بصح يا اخو راحت الكورونا لا لا دوكا دوكا رانا طرواكا في النهار ولا دوكا ماشي طرواكا طروا ثلاثه كاين حالات ثلاث حالات ماشي دلاله في الحاله حنا لي انستغرام الكا عندنا شويه هذه في راح مالك حنا نحسبوا الكا 1000 300 كا 400 كا ثلاث حالات مش فلان اللي كان عندي سوي سيزي والله كنا قبل ما يروح كل قبل ما يأذن تلقى عدى ربع ساعة ولا نص ساعة قبل أذن وكرحوا بوس ما عندي بشربات روح بوس ما عندي بشربات كل قلت له ما نجيش يا أخو علاه قلت له علاه راح بوس ما عندي لا تنك تنك صعب خافتي بيه بس كنت قبله مدنيا ومساكن روح تلبوس ما بش نجيب شربات قلت له علاه صاحبي علاه يا أخو شت هذاك اللي خدموا زعما بوراكا فالنابا يزيدوا عليها شوية بوراكا تعكيلو يا بوراكا صاحبي عجبتني شو قاع يديهم في البوراكا هذه كاع الشعب قاع يديه داخل باش يرفدوها فاهم شنو البوراكا وطنية هما هذاك يخدموها اسمع اسمع هما هذاك يخدموها طابت محروقة كاع تمام قال لك يا خاوتي تباعت بمليون ومئتين شغل دخلوها في المازاد يا خو محروقة صاحبي ما فهمتش تشهاوها الناس وجا خوتك عاونوا خوتك عاونوا يا خو انكروايب الشعب الجزائري لا كونسوماسيون تاع الشعب الجزائري في رمضان سي انكروايب علاش اللي دارها بيزار اللي دارها نقولوا زعما جات وليدي زعما شغل حاب يدخل كينيس مسكين ايوا زعما تاع كينيس بصح علاش راه شري واش راح دير بها زعما تدخل طاش البوراكه بالليل لا لا يدخلوا جماعه عيبه جماعه ما كاينش بداو تاع البوراكه هذيك هكا يا تلف 200 300 دارو في عنابه في عنابه مليون بعد اليوم واحد مليون و300 كاع سكتوا بصح لا لازم معليش دوك نهضروا على هذا الشيء كاع سي كيفاش ذهب دار لازم نروح هربين
ده كورسا ده كورسا المحلوله كل حطوا الدرس دي لمبوركات وما كيفاش ليكرهك كيفاش ياكلوها بصح سيبيزا سي بيزا 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 انا دوكا يا خاوتي كنت تشوفوني دخلت في بعضها رمضان ما خرجتش عليا كاع نيست نعرف شي خلاص رمضان باش نكونوا داكور والله باش باش عادي يولي وخور يخرج من بعضها باش نعاودوا لي بنادم تما اذا انا غايبين عليكم في الانترنت عارفوا باللي الله غالب العقل ما ولاش يفونكسيون يعني بس